بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بحضراتكم في فيديو جديد معانا ومعاكم في قناتنا، ودايما حضراتكم نورني. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حسوة المرارة، ويعني هنحاول كده نوضح شوية نقط. يعني ايه حسوة المرارة وانواعها واسباب حصولها عموما، الخطورة والأعراض والعلاج. عادة حظوة المرارة بتتكون بسبب النظام الغذائي اللي مش مظبوط، وطبعا زي ما هو معروف ان هي بتسبب آلام شديدة. طيب يعني ايه حظوة المرارة؟ هي حظوة المرارة مش حظوة بمعنى حجر يعني، ولكن هي تجمع من مواد صلبة بتتشكل في المرارة، والمرارة دي عبارة عن عضو صغير موجود تحت الكبد. وممكن حضرتك ما تبقاش عارف ان انت مصاب بحصوة في المرارة لحد ما القناة الصفراوية بتتسد تماما، لذلك بيحصل ألم وتبدأ تعرف ان في مشكلة. حصوة المرارة عادة بتتكون 80% منها من الكوليسترول، وعادة بيكون لونها أصفر أو أخضر. وفي حصوات صبغية بتبقى أقل حجم ولونها بيبقى داكن شوية، وبتتكون من البلوروبين. البلوروبين ده يعني اللي هو أملاح الصفرة زي ما قلنا في فيديوهات سابقة. طيب ايه الحالات اللي ممكن يكون فيها حصوات المرارة؟ احيانا بتبقى ملازمة لحالات تليف الكبد وامراض الكبد بشكل عام، وامراض الدم زي فقر الدم المنجلي. طيب اسباب تكون حصوة المرارة ايه؟ هي في الحقيقة في عدة اسباب، منها الجينات الوراثية، الوزن، الزيادة، مشاكل في المرارة نفسها، او ان الشخص ما بيعملش رجيم، ما بيهتمش بالرياضة. بالنسبة لعوامل الخطورة في مسألة حصوات المرارة، اولها السمنة، وهي من اكبر عامل الخطر في الاصابة بحصوات المرارة، لان طبعا مستوى الكوليسترول بيبقى مرتفع، وده بيعمل حمل على المرارة وما بتقدرش تتخلص من الكوليسترول. احيانا العلاج بالهرمونات بيعمل مشاكل زي حبوب منع الحمل، كذلك الاستروجين الزائد في السيدات بيسبب ارتفاع في نسبة الكوليسترول، وبيصعب عملية تفريغ الكوليسترول عن طريق المرارة. كذلك السكر، لأن معظم مرضى السكر بيبقوا عندهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية في الدم، وده طبعا من عوامل الخطورة الكبيرة. فقدان الوزن بسرعة أحيانا بيسبب مشكلة برضو، لأن بيخلي الكبد بيفرز كوليسترول إضافي، وبالتالي بيسبب حصوات في المرارة. طيب إيه أعراض حصوات المرارة؟ ممكن حضرتك ما تلاحظش أي حاجة، أو حتى ما تعرفش إن عندك حصوات مرارة، ولكن أحيانا بيبقى في بعض الأعراض لما الحالة بتسوء، من ألم في الجزء العلوي من البطن والجزء العلوي من الظهر، واللي ممكن يستمر لساعات، كذلك الشعور بالغثيان والقيء، ومشاكل بقى متعددة في الجهاز الهضمي زي الانتفاخ وعسر الهضم وحرقة المعدة والغازات. بالنسبة لعلاج حصوة المرارة، بيبقى معظمه الغالبية العظمى منه بتبقى تدخل جراحي،
وفي نوعين من عمليات استئصال المرارة، أولها استئصال المرارة بالمنظار، وده الأكثر شيوعا. الجراح بيدخل آلة بسيطة كده، وضوء وكاميرا، منشأ صغير بيبقى في البطن، وبيشوف الجسم ده على شاشة الفيديو. وعادة بتحتاج البيات في المستشفى يوم واحد. في بقى عمليات استئصال المرارة المفتوحة، وفيها الجراح بيعمل شقة أكبر في البطن عشان يشيل الحصوات. وبالنسبة للعملية دي بتحتاج تقضي أيام كتير في المستشفى أكتر من يوم واحد. في حال لو كانت الحصوات موجودة في القنوات الصفراوية، الطبيب المعالج هيحتاج انه يمرر منظار للقنوات المرارية والبنكرياس عشان يقدر يلاقيها ويشيلها خلال العملية الجراحية. طيب هيجي حد يسألني، هل ممكن ان احنا نعالج حصوات المرارة بدون جراحة؟ والله في بعض الأحيان الأطباء بيوصفوا بعض الأدوية زي الكينوديول أو أورسودايول أو الاتنين مع بعض، يعني في محاولة كده إن هي تذوب الحصوة المكونة من الكوليسترول، ولا بيبقى لها بعض الآثار الجانبية زي الإسهال. الأدوية دي لها جانب سلبي، إن ممكن حضرتك تضطر تاخدها لعدة سنوات عشان تذوب الحصوة تماما، وفي النهاية ممكن ترجع تاني بعد توقف تناول الدواء. حضرتك لو شعرت ببعض الأعراض اللي احنا ذكرناها، ما تترددش في زيارة الطبيب عشان يتم التشخيص السليم للحالة بتاعتك، وتشخص مبكرا وتاخد العلاج المناسب بتاع حضرتك. ودمتم بصحة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.